السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة البرتقال. معنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني يكونوا طالعين من التلاجة، عليهم 5 ملي من الفانيليا السايلة، ولو ما فيش فانيليا سايلة هنحط كيس فانيليا بودر، وهنحط 5 ملي من الخل، مش هنكتره، وعليهم 1.5 كوباية سكر، ده النص، وبعد كده 1 كوباية، وهنضربهم كويس بالمضرب الكهربائي او بالخلاط المتاح عندك لغاية ما الخليط معايا يبيض. زي ما انتوا شايفين كده طبعا البولة صغيرة، فانا هضطر ان انا احط بولة اكبر كده، الخليط بيض معايا. هحط 1 كوباية البرتقال، بس هحط بقى في بولة اكبر شوية علشان دي بهدلت الدنيا. حطيت في بولة اكبر، وحطيت انا كده 1 كوباية البرتقال معاكو. بعد كده هحط 1 كوباية الزيت، يبقى بنحط 4 بيضات و1.5 كوب سكر و5 ملي فانيليا و5 ملي خل و1 كوباية برتقال و1 كوباية زيت. بالشكل ده كده بقى نروح نشوف المواد الجافة اللي هنحطها على الخليط السائل. هنحط الخليط السائل على جنب ونجيب المواد الجافة. المواد الجافة هيبقى 2.5 كوباية دقيق، عليهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر، بس الكيك شيف حلو يعني مبيغمقش الكيكة زي البيكنج باودر، وعليهم ذرة ملح. هنقلبهم كويس، طبعا هننخلهم او هنكون نخلينهم، اهم حاجة دي خطوة مهمة قوي. وبعد كده هنحطهم على المواد السائلة مع بعض. هحط الدقيق والكيك شيف اللي انا حطيتهم على بعض وذرة الملح على الخليط السائل. يفضل هنا ان انت ما تعملهمش بالمضرب الكهربائي، يفضل ان انت في الخطوة دي تعمليهم بالمضرب اليدوي عادي، ولو ضربتيهم بالمضرب اليدوي هيبقى بس تقليب زي ما انتوا شايفين كده، مش هنقعد نضرب فيهم جامد. وبعد كده هنجيب صينية مدهونة زبدة وهنبدأ نحط فيها الخليط. طبعا هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 170 من تحت، بس مش هشغل من فوق من تحت، لا اشغل من تحت، وبعد كده لما يعني اجربها بخلة اسنان او بالعصيان الشيش تاووك او سكينة، ولو طلعت معايا اخرم بيها الكيكة كده، لو طلعت معايا السكينة او العصاية ما فيهاش عجينة يبقى هي كده استوت. لو احتاجت وش من فوق بشغل عليها من فوق الشواية من فوق من الفرن. كده انا حطيتها في الصينية المدهونة زبدة، ابدأ بقى ادخلها الفرن. دي كده بعد ما طلعت انا قلبتها على ظهرها وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين هشة من جوه وحلوة جدا. جربوا الطريقة دي، ولو عجبتكم اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة.